طيب تعالوا بقى نقول مقادير الرول رول. المره فاتت عملنا ايه باللحمه، المره دي هنعمل بالفراخ. بصوا صدور الفراخ اللي عندنا كل يوم، هي كل يوم البانيه، او هنجيب صدور الفراخ ونفتحها. طيب هحط عليها ايه؟ رشه زيت زيتون، ملح وفلفل اسود، واعمل لها تتبيله حلوه عباره عن ايه، معلقه كبيره مستارده، معلقه كبيره مايونيز، ثوم مفروم، خل بلسميك، واحشيها حشوه. الحشوه دي عباره عن ايه؟ التشيدر والموزاريلا وسبانخ فريش. الجبن عادي يا جماعه بتتاكل زي ما قلنا في ايام الدايت او التقليل الاكل، عشان عايزين نخس. الجبن من الحاجات اللي عادي مسموح بيها جدا، بس بنسب بسيطه وباقل دهون. فالموزاريلا والتشيدر حاجات دهونها قليله، طبعا في الاقل منها زي مثلا الجبنه الفته، لكن انا استاذ النهارده موتزاريلا وتشيدر. طيب عايزه اقول لكم انا بعشق الوصفه دي، بحبها جدا وعملتها من زمان قوي قوي قوي، من قبل ما يكون ليا حتى برنامج، وكنت بطلع ضيفه عند البرامج الاخرى، ماشي، لما كانوا كده بيستضيفوني وبطلع ضيفه كده ومصاحبه بيت. فعايزه اقول لكم كنت بعملها وكانت بتطلع معايا حلوه جدا، قلت لازم اعملها النهارده عشان نبقى جربنا الاثنين، البيف والتشيكن، اللحمه والفراخ. طيب تعالوا نشوف واحنا بناخد تليفون مدام لوريس. الو، عامله ايه يا حبيبتي؟ الو ايه اخبارك؟ الحمد لله نشكر ربنا. وانت ازاي صحتك واولادك؟ حبيبتي الحمد لله الحمد لله، كلنا حلوين وبخير. انت عامله ايه وبنوت؟ يا رب دايما يا رب دايما. حبايبك عاملين ايه كلهم؟ كله تمام نشكر ربنا الحمد لله. قولي لي بقى، ايوه لما بتكون النفسيه، لما بتكون نفسيتك مش قد كده، بصي هقول لك على حاجه، هي في غلطه كل واحده يعني ام او غير ام بتعملها، اللي هي بتعتمد على ان اللي بره هم اللي يسعدوها، وهو ده كلام ده غلط. يعني انا دايما كنت مثلا اكلم اصحابي واقعد اقول لهم انت حلي دنيتك، صح، لان ما تعتمديش على حد تاني حليها. صح، افرضي جوزك مش فاضي، ولادك وراهم مذاكره، وراهم ولادهم لو كانوا متجوزين، وكل واحد عنده مشاكله، فهو مش ناقص ان هو هيسمع مشاكل تانية اخرى يعني، وممكن تكون مشاكل بسيطة، فانتي حلي دنيتك، يعني اعملي ايه؟ عايزة تروح النادي وتمشي شوية، المشي لعلمك حلو جدا فعلا، بيخلي الانسان روحه المعنوية مرتفعة جدا، ده حقيقي. طول ما انتي بتمارسيها فبتلاقي نفسك صحيا احسن. اشربي فنجان قهوه بتاعك اللي انت بتحبيه، او النسكافيه او الكابتشينو اللي انت عايزاه، انت حلي دنيتك، دنيتك كلها المطبخ، خشي واعملي حاجه حلوه وجميله وهتلاقي مبسوطه. ان صدقي يا مدام لوريس، في ناس بتحس ان هي مبسوطه ونفسيتها مرتاحه لما تقوم تقلب الشقه وتنظفها. ليه؟ بتطلع غلبها كله فيه، صح. فهي ايه بتقول لك ايه؟ تقول لك انا اشتغل في الشقه واطلع طاقتها وتشغل نفسها في ناس تخرج، في ناس مثلا تقول ايه انا هعمل اكله حلوه في يعني. لا، هي كل واحد حسب اهتماماته، بس هي اهم حاجه الام تاخد بالها، يعني زي ما مثلا الناس تقول لك ايه ده ما بيقوليش جوزي ما بيقوليش بحبك، طب ما تبتدي انت، صح، قولي له قولي له بحبك، قولي له يعني ما ارميش كل حاجه على الاخر، خليني انا ابتدي بنفسي وبعد كده الوم الاخر قدامي، يعني انا عملت سويت خليت، لكن انت لما تيجي مستنيه ده ما خرجنيش، ده ما قاليش، ده ما عمليش، ده ما جابليش، ده معاكي حق، جيبي لنفسك، جيبي لنفسك، اسعدي نفسك فعلا، انزلي واشتري اللي انت عايزاه، ومش انانيه، عشان الناس بتبقى فاكره ان هي انانيه، هي مش لا. انانيه، بالعكس، انا بدعم نفسي علشان اعرف ادي، ايوه يعني انا أيوة مش شايفاها انانيه ابدا، الواحد يفكر في نفسه عادي زي لا ما لا 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 لا. بيفكر ليه؟ لان انت مش هتدي كل وقتك للولاد وبيتك، لا، في جزء ليكي انت مبسوط، ولازم تعرفي انك انت واحده كامله، ولازم انك انت ليكي حقوق على نفسك،
صح. مش هتاخديها من الاخر، مش هتاخديها من الاخر. صح. الاخر اداها لك اوكي مفيش مشكله، لكن انت لو هو ما اداهالكيش خديها انت بنفسك. وحلو جدا ان الواحد يكون عارف مفتاح نفسه. بس انا معاكي، يعني انا شايفه برضو ان لو مفتاحي ان انا احكي مع حد شايفه ان هو شويه بيخرجني من اللي انا فيه، ماشي. يعني انا مثلا احب احكي جدا مع صاحبتي، مع جوزي، يعني انا شايفه ان ده ممكن يخلينك اننا بنتكلم، في ناس تحب تمسك ورقه وقلم وتفضي كل اللي جواها. هي طبيعه الست نفسها كده، يعني هي غير طبيعه الراجل. بيقول لك الست دايما في المشوره والحاجات دي، فدايما يقول لك ايه، الست تاخد وتدي وتكلم امها وتكلم اختها وعندنا مشكله وهنعمل ايه وما اعرفش ايه وكده، وفي الاخر تتحل. الراجل لا، طبيعه الراجل غير طبيعه الست. الراجل يخش الاوضه ويقفل على نفسه ويقعد يفكر ازاي هيحل المشكله. انا معاكي جدا. الست بتاخد وتدي مع نفسها ومع الاخرين لغايه لما المشكله تتحل لوحدها. صح. بص تلاقي في الست، كل واحد لازم يعرف طبيعته، لازم يعرف انا عايزه ايه، انا مين. ده حقيقي. هي المشكله ان لغايه دلوقتي كل الست تيجي تقول لك ما عنديش وقت اعمل ايه. لا يا ماما، لا ان شاء الله ان شاء الله كوبايه قهوه زي ما حضرتك قلتي. حقيقي مدام لوريس دايما دايما بحب اسمع مداخلاتك وكلامك، وحقيقي كلامك دايما بيكون اضافه. ميرسي ليكي يا حبيبتي. انتوا كلكم جمال، وسلمي لي على الكاست كله حبيبتي. يوصل. وكل مره وانتم طيبين يا حبيبتي. دايما نفسيتك وصحتك النفسيه في السماء يا رب، انت وكل حبايبك. حبيبتي نورتيني. طيب انا وانا بكلم مدام لوريس عملت ايه، بس هقول وهطلع فاصل حاضر. عملت الصوص ده، الصوص ده عباره عن مستارده ومايونيز، وحطيت عليه كمان معلقه خل بلسمك وقلبته كويس جدا، اداني اللون ده. بتبل بيه عندي هنا صدور الفراخ وبحشيها زي ما انتم شايفين ميكس جبن اهو، وكمان سبانخ. واتفرجوا على اللذاذه. وبعدين عندي هنا الطاسه سخنت، ببدا احط فيها على الحته اللي انا عايزاها تتقفل اهي خلاص، وطبعا على نار عاليه. هنروح لفاصل بقى ونرجع نكمل وصفتنا ونسوي ونستقبل طبعا مكالماتكم. استنونا. كنت بهدد رنا. طيب بصوا انا لسه اهو بعمل ايه، الفراخ تاني. انا جبت صدور فراخ شرايح رفيعه زي البانيه اهي، خلاص حشيتها. بس قبل ما احشيها ملحتها بملح وفلفل اسود، وبعدين عملت معلقه مستردة على معلقه مايونيز على شويه خل بلسمك وتبلتها. وبعدين اخدت ميكس الجبن ده اهو حطيته هنا، تشيدر على موزاريلا عندك بس، لا خليها دي في التخينه، عندك موزاريلا بس اوكي خلاص. عايزه اقول لك بقى من الحاجات اللذيذه جدا اللي بحطها شويه شرايح كده ايه، سبانخ، بتبقى حلوه جدا وطعمها حلو قوي، محدش هياخد باله منها لو هم معترضين. وكمان سبانخ فريش، فهي فيها فايده ايه بقى ما احكيلكيش يعني اهي. وهبدا ارول كده ماشي، وبقفل، بشيل لو في سبانخ طلع بس زياده، وبقفلها بيه واحده اهي خشبيه من الايه الخله، واروح حطها عندي. تعالوا بقى هنا نقلب، بصوا بتاخد لون حلو قوي اهي ماشي، وبتستوي معايا. انا قفلتها بخله بصراحه علشان ايه اريح دماغي اهي. خلاص الريحه بتاعتها بقى ما احكيلكوش، حلوه جدا. الخل البلسميك من الحاجات اللي بتليق على فكره مع السبانخ، يعني اي سلطه حطي فيها خل بلسميك مع السبانخ هتديكي ميكس وطعم حلو قوي لذيذ كده ومزز، علشان الخل البلسميك شويه مسكر اهو. بقفلها. سهله ولا مش سهله؟ اهي، وهي هي البانيه اللي بنجيبه علشان نحمره ولا نحتار بيه هنعمل ايه. وبرده وصفات ايه ام العيال، ميزه تانية وصفات ام العيال هي الحله الواحده، كل حاجه في حله واحده.
يعني اهي دي حلة واحدة بس ايه استخدمت معلش يعني البلانشة علشان احط عليها بس يعني دي اللي هتتبهدل معي الفراخ بتاعتي. طبعا بعمل بزيت زيتون وزيت زيتون من الحاجات اللي بتديني في التشويح كمان طعم حلو قوي سموكد كده تخلي ايه طعمها حلو جدا اهي. هنقدمها مع ايه مع الرز بتاعنا الحلو ونقفل ونحط ونقلب كل شوية كده تاخد لون حلو قوي ونقلب شايفين اهو. طيب ما تيجوا نحط دي على النار هنا ونحط دي على النار هنا نعلي دي كده علشان دي اعلى وننجز عشان لسه هكمل لكم برضو فيها هيك اهي استاذ علي. قطعت عنك ميه ونور وهوا ولا تمام؟ ربنا يخليك اهي ونقلب بقى خلاص؟ نعم ماشي اوكي. ونقلب بقى ايه الحاجات الحلوه بتاعتنا. والله انا هلبس جوانتي بالنسبه لي الحاجات دي اسرع ان انا اقلبها بايدي. عايزه اوريكم الرز اهو يلا شايفين ادي الرز معانا خلاص بقلبه ايه مره واحده بعد ما الميه. بصوا الفلفله يا جماعه علشان طبعا مش حاطين له ميه كتير علشان الميه كتير مع الخضار فهو اساسا بيبقى فيه ميه لان هو خضار في نسبه ميه وكمان لما بيبقى مجمد فكمان بيبقى فيه ميه اهو. تحفه تحفه هتتبسطوا جدا من الرز ده وهتعتمدوه بقى طول السنه الدراسيه. هي دي بقى قالت كده الولاد هتحبه جدا لان هو خفيف وطعمه حلو. الحبهان زي ما قلت لكم بيديله كده حته عربي كده بيخلي طعمه حته في حته عربي كده حلو قوي. ادي عندي هنا الفريك ماشي بشوحها. طيب بعد ما الفراخ تستوي معايا طبعا تستوي نعم بتستوي معايا الاول تماما هعمل ايه بقى. بصوا هنزل شوية الثوم كمان هعمل لها صوص حلو قوي وبعدين بصوا بقى شوية الخل البلسميك دول يا نهار ابيض على الحلاوة والطعم. شوية السبانخ دول كمان نزلوهم خلاص. وبعدين هحط ايه شوية مية سخنين هنا هياخدوا بقى كل طعم الايه الحاجات الحلوة دي ماشي. واروح حط ايه شوية جبن كده في الصوص ده علشان تسيح معايا وتفرجوا على الطعام بقى والحلاوة. انا مش عايزة اغطي الفراخ علشان هي لونها حلو جدا اضافة الخل البلسميك يا جماعة هتعجبكم جدا خلاص. ايه رأيكم بقى نروح لفاصل ونرجع معانا ضيفتنا ان شاء الله تتبسطوا جدا جدا من الحلقة استنونا.